في مثل هذه الأيام من كل عام يتحول هذا المكان الواقع وسط مدينة عتق القديمة إلى سوقا شعبيا رائج لتسويق العسل الذي تنتجه مختلف مناطق ووديان وجبال وسهول محافظة شبوة. يتميز هذا السوق بقوة شرائية كبرى، ويتميز عسل شبوة بجودته العالية الذي يصدر إلى دول الخليج وإلى دول شرق آسيا وإلى دول عدة. هذا السوق التجاري يعتبر رافد اقتصادي كبير لأبناء شبوة. ندعو السلطات المحلية إلى تنظيم سوق العسل أولا بنقله إلى سوق تجاريا كبير، وأن يكون مهرجانا منظم تبع السلطة المحلية، وكذلك ندعو التجار والجمعيات النحالين وتجار العسل إلى تقنين العسل في تغليفه وتعليبه وفي تنظيفه وأخراجه إلى السوق المستهلك بصورة جيدة. 40 يوما هي الفترة الموسمية لهذا السوق، حيث يشهد خلالها حركة تجارية نشطة وازدحاما للباعة والنحالين والمستهلكين، كما يقبل عليه كثير من تجار تصدير العسل القادمين من مناطق يمنية عدة. الحاج علي بازرعة من محافظة حضرموت أحد رواد السوق مع حلول كل موسم، حيث داب على شراء كميات كبيرة من العسل وتصديرها إلى مختلف الأسواق اليمنية ودول الخليج. يتوافد النحالون من مناطق عدة من محافظة شبوة، من وادي جردان وادي عرمة ومرخة ولقيط وجباه وادي عبدان، مناطق أخرى ربما لا أستحضر اسمها، ونشتري العسل متفاوت النوعيات، منه الممتاز السدر خاصة في موسم السدر شهر أكتوبر في كل سنة، موسم السدر يتفاوت في جودته من منطقة لأخرى. أنواع وأصناف متعددة للعسل الشبواني المعروضة في هذا السوق، حيث تتفاوت درجات الجودة من نوع إلى آخر، وذلك بحسب تضاريس منطقة إنتاجه، كما أن لكل صنف مسمى وطعم ومذاق معين. يعد عسل السدر أو ما يسمى البغية من أجود أنواع العسل الطبيعي المشهور في المحافظة، وهو الأكثر إقبالا، وذلك لما يتميز به من خاصية طبية تعالج الكثير من الأمراض. أجود أنواع العسل في شبوة هو البغية، والبغية هذا مشهور يجينا في السنة مرة واحدة، وتجينا السمرة مرة واحدة، ويجينا المراعي على مدار السنة والمروة. فالعسل البغية عسل ممتاز ومشهور في شبوة، ويتصدر لجميع المحافظات خاصة في اليمن ويتصدر للخليج. ورغم أن العسل إنتاج محلي في مناطق شبوة، إلا أن ارتفاع أسعاره بشكل لا يطاق نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية، مما أفقد أغلبية الأهالي القدرة الشرائية، بل أتاح المجال لتجار الجملة لشرائه وتصديره للخارج وبيعه بالعملة الأجنبية. نسبة العسل هذا السنة وصلت من جميع المناطق، من ضمنها حريب وبيحان وقباه ومرخة والمصينعة والفارعة وجردان وحبان ومناطق أخرى من محافظة شبوة وعرمة، وقد وصل قيمة العسل الأصلي إلى 280-300. يباع العسل في شبوة بطريقتين، أما كسائل وذلك من خلال تصفيته من الشمع وتعبيته في عبوات بلاستيكية في عملية تسمى الدبيس، أو يتم بيعه بشكله الطبيعي كأقراص داخل علب معدنية تسمى قروف. النحالون في شبوة ما يزالون يلجأون إلى استخدام الطرق التقليدية في عملية تصفية العسل وتعليبه في ظل غياب الاهتمام الرسمي. تربية النحل وإنتاج العسل واحدة من أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليها الكثير من السكان المحليين في محافظة شبوة لكسب قيمة لقمة العيش الكريمة. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.